C'est bon les jeunes? C'est bon. C'est bon les jeunes? C'est bon. تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصالحي بأمن ولاية سطيف من معالجة قضية نوعية والمتمثلة في تفكيك شبكة وطنية مختصة في حيازة وتداول مركبات محل تهريب دولي وأخرى محل سرقة، ووضع للسير بمواصفات غير مطابقة مع التزوير واستعمال المزور في ملفاتها القاعدية. أسفرت نتائج التحقيق على متابعة 29 شخص امتتدوا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، كما تم استرجاع 50 سيارة بما فيها سيارتين محل تهريب دولي.